ده نصح شويه كمل. أيها الحفل الكريم عشاق الأصالة والتراث، لا زالت تحدياتنا مستمرة، انطلاقاتنا متواصلة من أرضية هذا الميدان، ميدان سيف العرب. شكرا للجان المنظمة، شكرا لنادي دبي لسباق الهجن على تنظيم حسن هذه الانطلاقات المميزة. على بركة الله أسير وانطلق مع هذا الشوط، شوطنا السادس عشر، حامل في طياته القعدان المهجنات الأصائل. مسافتنا هي الخمسة كيلومترات. أتمنى التوفيق لجميع المشاركين. أذهب مع البداية، مع المقدمة، مع الصدارة، من يتقدم في هذا المسار اللي هو مريع. على البداية محمد الراشد بالهول المهيري من يأتي على المقدمة، بينما المركز الثاني أيها الحفل الكريم ثاني المنطلقين التواجد من قبل مرموق محمد بن راشد. إذن ثاني المراكز أيها الحفل الكريم، من يتقدم؟ إذن نبتدي من البداية ونعود مع ثاني المراكز، ثاني التحديات أيها الحفل الكريم في هذا المسار الكبير اللي هو ملفت ملك محمد بن سعيد بن حمد النعيمي. من يتقدم على ثاني المراكز وثالث المراكز؟ ثالث المنطلقين من يتقدم اللي هو مريع علي بن محمد بن جابر بن عبد الله الحربي، بينما المركز الرابع أيها الحفل الكريم رابع المنطلقين والباحثين عن الفوز والانتصار مرموق محمد بن راشد بالهول المهيري، بينما المركز الخامس خامس التحديات خامس المنطلقين والباحثين عن الفوز والانتصار لا في من يتقدم تقدم غانم بن مطر بن حمد المنصوري، من ياتي على المركز الخامس وسادس المراكز سادس المنطلقين مبلش من يتقدم سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي، من ياتي على المركز السادس سابع المراكز والمنطلق اللي هو للطافة من يتقدم محمد بن احمد بن سيف بن عبد الله البلوشي، من ياتي على المركز السابع، بينما المركز الثامن ايها الحفل الكريم ثامن المنطلقين والباحثين عن الفوز والانتصار اللي هو برهان، من يتقدم حمد بن حمد ب70 المحرمي على المركز التاسع والمركز العاشر ايها الحفل الكريم، عاشر المنطلقين والباحثين على الانتصار. من الجانب الاخر حامل رقم ستة من يتقدم اللي هو مبلش، من يتقدم محمد بن حمد بن عمران الكتبي، ها هو نداء العشر المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق. ما شاء الله، عودة عند الكوكبة الثلاثية على البداية، على الصدارة والقيادة على مقدمة هذا الانطلاق المثير والتحديات والإثارة على البداية على المقدمة. من يتقدم في هذا المسار الكبير اللي هو المراد؟ من يتقدم؟ مبارك بن هادي بن بطي الشامسي، من ياتي على المركز الاول على الصدارة، بينما المركز الثاني هنا التواجد من ينطلق ملفت محمد بن سعيد بن حمد بن علي النعيمي، من ياتي على المركز الثاني وثالث المراكز ثالث الباحثين عن انتصار مريع علي بن محمد بن جابر بن عبد الله الحربي، من ياتي على المركز الثالث. الله، نتابع بقيه الاسماء، نتابع المركز الرابع والمركز الخامس، رابع المراكز وصل له للطافه. من يتقدم؟ محمد بن احمد بن عبد الله، محمد بن احمد بن سيف بن عبد الله البلوشي، والمركز الخامس خامس التحديات وصل الطاير سعيد بن علي بن سعيد الزرعي. الله، اعود مع البدايه، اعود مع رقص المقدمه، رقص التحديات الاثنين كيلومتر المتبقيه من عمر هذا الشوط من هذه التحديات. الله، وين البدايه؟ وين البدايه؟ على المركز الأول على الصدارة، ما شاء الله تبارك الله، الذي سيطر على المقدمة مريع المراد، عفوا، من يتقدم؟ أمري المراد، من يتقدم؟ بارك بن هادي بن بطي بن ثيمان الشامسي، من يعلن هذه المارد بن
المارد من يتقدم؟ من يتقدم في هذا المسار الكبير يا المارد؟ ما شاء الله منفرد كل الانفراد، كل التحديات. مبارك بن هادي بطي الشامسي بن هدي الشامسي، من يتقدم بينما المركز الثاني؟ ثاني التحديات ملفت يا سلام، محمد بن سعيد بن حمد بن علي النعيمي، لكن حذاري من القادم. وصل للطافة، من يتقدم؟ محمد بن أحمد بن سيف البلوشي، واصل على المركز الثاني، لكن الله يا البداية 1200 الأخيرة، 1200 المثيرة مع الصدارة. من يتقدم؟ المارد يا سلام على هذا المسار الكبير، المسار الخطير. معك يا الشامسي، الله يا سلام على هذا الانطلاق وعلى هذه التحديات. مبارك بن هادي بطي الشامسي، من ياتي؟ اذا من يتقدم في هذا المسار؟ المارد مبارك بن هادي بن بطي بن هدي الشامسي، إذا نتابع هذا التغيير الذي طرى وجرى على المقدمة على البداية الأولى. غير الهولة للطافة، محمد بن أحمد بن سيف البلوشي، لكن المارد على المركز الثاني. الله يا سلام، بدأ الإقلاع، بدأ الزحفة من الخلف إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المقدمة. يا سلام يا سلام، للطافة محمد بن أحمد بن سيف بن عبد الله البلوشي. راح البلوشي، وين الأسماء القادمة؟ الأسماء المنطلقة الأمتار الأخيرة، 400 متر الأخيرة. يا سلام للطافة يا سلام، للطف الجو يا مالك، للطافة للطف الجو يا البلوشي. محمد بن أحمد بن سيف بن عبد الله البلوشي، وأسعد الله صباحك على هذا الفوز، وفوز للطافة بالمركز الأول. لا منافسة ولا منازعة على الإطلاق. تهانينا لحظات الوصول معلن الفوز والانتصار. وين الأسماء القادمة؟ الأسماء المنطلقة خلاص قفل على الشوط. للطافة تهانينا والناموس لمحمد بن أحمد بن سيف بن عبد الله البلوشي، أسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز حل في ثاني التحديات اللي هو ربدان ملك سعيد بن مسلى بن سعيد المنهالي، والمركز الثالث ثالث المراكز مبلش ملك سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي. اذا بقيت المراكز نحن نلعب خط النهايه. تهانينا والناموس، والتوقيت الزمني 7 دقائق و46 ثانيه. تهانينا والناموس لمالك للطاف محمد بن احمد بن سيب بن عبد الله البلوشي.